كلام كتير جدا هيكون يعني عن كرة القدم العالمية من خلال واحد من المحللين اللي دايما بيكون متواجد معنا في صباح اون تايم، آسر حسين المحلل الرياضي اللي هيكون متواجد معنا حاليا من لندن. آسر صباح الخير عليك ومنورنا. صباح الفل عليك يا مريان، صباح الفل عليك يا غانم، انتوا اللي منورين الدنيا دايما. يعني سريعا كده تاخدنا لرؤيتك لمباريات تابعناها امبارح في الجوله ال 22 من بريمير ليج، وكمان النهارده سجل المباريات حاجه يعني حدث ولا حرج عن لقاءات ومواجهات كلها اكيد ممكن تكون البعض منها متوقع مين هيكون بيحقق في نتيجه ايجابيه، ولكن بيبقى في البريمير ليج ومتعته كله خارج التوقعات. مظبوط، كله خارج التوقعات. امبارح يمكن كانت المباراه الابرز هي كانت برايتون مع كريستال بالاس. الحقيقه كريستال بالاس سافر من شرق لندن لحد برايتون، لكن لغايه دلوقتي برايتون رغم تسيده للماتش واضاعته فرص كتيره عنده مشكله في اللعيب اللي يخلص الفرص، اللمسه الاخيره مشكله كبيره جدا جدا جدا، اسقطت كتير من النقاط لبرايتون على ارضه. انتهت المباراه كان كريستال بالاس خطف جون كالعاده، جالاجر واحد من احسن اللعيبه اللي موجوده في الدوري الانجليزي، نخلي نحفظ الاسم ده كويس قوي. جالاجر هو اعاره من تشيلسي، لعيب اقل من 21 سنه، مساهم لحد دلوقتي في 10 اهداف، 7 اهداف حطها احرزها وثلاث اسيست، فلعيب العين عليه جدا. تشيلسي طبعا يعني هيستميت انه يسترجع اللاعب، زائد طبعا السكواد المرعب اللي عند تشيلسي. ده بالنسبه لامبارح. النهارده طبعا العنوان الابرز هو زي ما بدات انت وغانم هو مباراه سيتي وتشيلسي، يعني ممكن نعنوانها بالصداره للاخر، ياخد القطار ويجري سيتي ولا تشيلسي يفرمله. خلينا نتكلم احنا دلوقتي في يناير او في منتصف يناير، وما ننساش انه في بدايه ديسمبر كان تشيلسي المتصدر بفارق نقطه. النهارده بعد شهر ديسمبر الاسود على تشيلسي، تشيلسي فارق 10 نقاط. ليفربول هيلعب بكره، لكن النهارده سيتي وتشيلسي بالنسبه لتشيلسي مباراه بست نقاط. تشيلسي لو كسب انا قربت الجاب مع المنافس اللي فوقيه، بنسميها مباراه بست نقاط، قربت الجاب وكسبت وحاولت افرمله شويه من ان الفارق اتسع من 10 نقاط ل 13 نقطه، ويهرب تشيلسي باللقب ويبدا الدور الثاني يتسايد. الموضوع يبقى صعب قوي على ليفربول وتشيلسي ان هم يلحقوا سيتي. المباراه مهمه جدا جدا جدا، اعتقد توخيل هيطلع فيها كل حاجه عنده وكل اوراقه، لوكاكو بكل الكتيبه اللي عنده، بحيث ان هو يقدر يكسب المباراه، هي اهم ليه. سيتي في نفس الوقت عايز يعزز صدارته ويرتاح، يلعب شامبيونز ليج، يخش باريحيه ويجرب لعيبه كتير، انا متصدر الدوري بفارق كبير ويقدر يلعب الشامبيونز ليج باريحيه. عندنا كمان استون فيلا ويونايتد. انا بعتقد يا مريهان ويا غانم ان استون فيلا احسن فريق لحد دلوقتي رغم انه مش من التوب فور، ادار عمليه انتقالات يناير بامتياز. الحقيقه وجود جيرارد على راس القياده الفنيه باسمه وكاريزمته ودعم كبير جدا من النادي في الصفقات، واعتقد انه جاب ابرز صفقتين لحد دلوقتي، قدر يخلص كوتينيو باعاره ويجدد الثقه في اللاعب. وامبارح جيرارد اتكلم عنه كويس قوي في المؤتمر الصحفي وقال هو مش جاهز، هو كان عنده رواسب كورونا وما اتمرنش كتير قوي مع برشلونه، هنجهزه للمباراه القادمه، لكن انا بقول لكم هعمل له انليش كان اسد محبوس وهفتح القفص عليه وهتشوف هيعمل ايه في الدوري الانجليزي، لانه كمان زمله كلاعب جيرارد قبل ما يكون مدير فني. كمان انت بتاخد الباك الشمال الايسر الاساسي ديجني من ايفرتون، الحقيقه صفقتين بحوالي 25 مليون باوند، الاسعار دي بيدفعها استون فيلا في نص الموسم. واعتقد استون فيلا داخل المباراه بطموح كبير جدا. يونايتد تصريحات كريستيانو رونالدو لسكاي سبورت من حوالي يومين على انه انا مؤمن بمشروع رالف راجنيك، لكن انا مش جاي عشان انافس على الخامس والسادس، ده مش يونايتد اللي انا اعرفه، انا عايز انافس على مراكز مؤهله للشامبيونز ليج، عايز انافس على بطولات. النهارده يونايتد في المركز السابع بيلعب فيلا في المركز ال 14، الاثنين عايزين يطلعوا من النفق ده. انا طبعا يعني اتفق معاك تماما، وبالنسبه لي انتقال لوكاس دين من ايفرتون كان بمثابه المفاجاه بالنسبه لي، لان هو واحد من كباتن ايفرتون والحقيقه دايما بيتالق مع فريق ايفرتون بشكل كبير جدا، ولكن الموسم ده كان غريب. يعني دايما هو معروف بمساهمته في الركلات الثابته والفاولات، فانتقاله زي ما انت بتقول كده كان مفاجاه كبيره جدا بالاضافه الى كوتينيو. ولكن عايز اخدك الى مباراه اخرى، يعني طبعا يعني يمكن العين شويه على الفرق اللي هتهبط والتدعيمات والكلام الكتير جدا على فريق نيوكاسل اليونايتد، لان في حاله عدم بقائه في الموسم او في الدوري الانجليزي بشكل عام الموسم القادم، اعتقد كل الاحلام اللي عند جماهير نيوكاسل يونايتد بان الفريق هيظهر بشكل مغاير. وكان في مقدمتها التعاقد كمان مع تريبيه، واحد من الاظهره اللي كانوا بيتالقوا مع توتنهام وبعد كده رحل لاتلتيكو مدريد. هتشوف ازاي نيوكاسل يونايتد هل قادر ان هو يسيب مؤخره الجدول ويمشي لقدام، وخصوصا ان هو هيقابل واتفورد النهارده ولا لا؟
اعتقد يا غانم بعد ما استحوذ استحوذت المجموعه السعوديه على نيوكاسل كانت الاحلام كبيره جدا جدا، تكاد تكون اكبر واقوى واكثر ما تحتمل وضع نيوكاسل. يعني في نفوس كبيره، في دلوقتي دعم مادي، ولكن الفريق كان في قاع الجدول. فكان يعني انا عاجبني كمان انه التريث والتعامل مع الامور بصبر من جانب اداره نيوكاسل ممتاز، لانه الفكره دلوقتي مش ان انا اروح اجيب، كان الكلام بقى ارتبط بايه، في فلوس قد كده، في 400 مليون دولار، هنروح نجيب هالاند، هنروح نجيب مش عارف مين. لا، هو الاداره دلوقتي والنجاح الحقيقي انك تقعد في الدوري، تبقى في الدوري الانجليزي. فكان التحرك زي ما انت قلت في اتجاه تريبيه. طبعا هي صفقه غريبه شويه، بان انت، وده اللي اتقال له اول سؤال سئل ليه في المؤتمر الصحفي تريبيه اول ما جه، اول ما وصل الى نيوكاسل وعمل الفحص الطبي واصبح لاعب نيوكاسل، قال له انت جاي، الصحفي قال له انت جاي من فريق متاهل للدور ال 16 من دوري الابطال وهو اتلتيكو مدريد، الى فريق في قاع الدوري الانجليزي اللي هو نيوكاسل، هل الموضوع مرتبط بس براتب قوي وعائد مالي كبير، ولا انت شايف ده تحدي؟ قال له لا، انا كنت لعيب من اللعيبه الانجليزيه القليله اللي طلعت من الدوري الانجليزي، ده ما بيحصلش كتير، وخدت قبل كده الرهان ان انا اطلع بره الدوري الانجليزي، وانا بحب التشالنج ويبقى عندي تحدي، وانا جاي اساعد نيوكاسل انه يقعد في الدوري. طبعا صفقه اعتقد انها تفيد نيوكاسل، التحرك بتريث كمان، خدوا المهاجم بتاع بيرنلي رغم ان بيرنلي قريب منهم قوي، يمكن في المركز اللي قدامهم بينافسهم على الخمسه اللي تحت، ففي تحرك بهدوء وبعقل جدا من نيوكاسل، في حيث ان انا اجيب اللعيبه اطعم لديفيد هوي المدير الفني ان انا اللعيبه اللي انا بس اذنك يا ياسر، انا لازم اختم معاك، بس احنا مبسوطين انت كنت معانا جدا، واكيد هنكون مع بعض مره تانية، ولكن اكيد في تفاصيل كتيره جدا النهارده في تغطيتنا ليها علاقه كمان باستضافه مصر والقرعه الخاصه ببطوله كاس العالم للانديه لكره السله. ربنا يكرمنا ونكسب بس النهارده ان شاء الله، يا رب ان شاء الله يا ياسر، ان شاء الله دعواتك كده ودعوات كل المصري من لندن كده، دعي لنا مش طيب.